نختم بهذه الصور من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبت عداء تشارك في سباق نصف ماراثون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، أبت إلى أن تنهي هذا السباق رغم الإرهاق الشديد الذي بدا عليها، وأكملت هذه العداء الهاوية أكملت سباق نصف الماراثون بمساعدة من بعض العدائين الآخرين الذين حملوها في الأمطار الأخيرة وتجاوزوا بها خط النهاية رغم التخوف على حالتها الصحية. Stephanie Manette.